السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعيد تاني برضو العلم اللي ورايا ده لما بتكلم على المحتوى او الموضوع عن مثلا الدوري الجزائري، المنتخب الجزائري، هبقى حاطط العلم الجزائري عشان اللي بيفتح الفيديو ويشوف يبقى عارف المحتوى على ايه. المغرب معايا، علم المغرب معايا، علم تونس معايا، علم اليمن ان شاء الله، هعمل علم السعودية وعلم قطر عشان كأس العالم، وعلم مصر مش محتاجة، هشيل الاعلام واتكلم عادي، هتعرف ان انا بتكلم على موضوع تاني غير الدول خالص يعني. فالدوري المغربي هحلل طبعا مباراة الدوري المغربي، الوداد والرجاء، هحلل الدوري التونسي ان شاء الله، الترجي والنجم، وهحلل باذن الله الدوري السعودي، اتحاد جدة والهلال. الاعلام هتبقى محطوطة عشان مفيش حد بس يبص يقول الكابتن حاطط علم الجزائر. يا عم شرف ليا ان انا احط علم الجزائر، شرف كبير، لكن لما اجي اتكلم على الدوري المغربي هتلاقيني حاطط طبعا العلم المغربي، ويبقى شرف ليا كبير برضو. طيب امبارح كان عرض راقي، امبارح كان في عرض راقي جدا، تحس انه عرض في مسرح عالمي، مسارح العالمية، او زي ما يكون عندنا في مصر كده في الاوبرا، عرض الاوبرا كده، تلاقي الناس كلها لابسة اجمل ملابس بدل العرض، عرض راقي. الاوبرا مكان راقي جدا في مصر. فامبارح مباراة نيجيريا والجزائر هو كان عرض راقي، سيمفونية مبهرة، سيمفونية مبهرة، استاد معمول على ابهى واحلى شكل معماري، الشكل المعماري بتاع الاستاد معمول بمزاج، معمول بمزاج بجد يعني. الجمهور بقى هو الحلويات، احنا الملعب الاستاد اتكلمنا عليه، تاني حاجة الجمهور تحس كده هو الحلويات بتاعت المباراة، أجمل ما في المباراة الجمهور وصوت الجمهور، أكن فعلا نهائي. أنا امبارح نيجيريا والجزائر عمري ما حسيت الماتش ود، والله طول الوقت حاسس إن ده ماتش نهائي. والجمهور مد طعم للسهرة بتاعت امبارح، مد طعم كبير أوي. المدرب الثعلب، اتكلمنا على الملعب وجماله، اتكلمنا على الجمهور العظيم. المدرب بقى جمال بالماضي الثعلب المكار، ازاي يقدر يعمل تشكيل وخطة وتغييرات مهمة، عمل تغييرات مهمة جدا، يقلب الهزيمة في الدقيقة 9 1-0 مع قوة التحمل. فريق قوي نيجيريا، فريق قوي، الاربع مدافعين وسط الملعب وثلاثي مهاجمين عفاريت، عفاريت مهاجمين صعب ان انت تدافع عليهم. نفس الفرقة دي اللي لعبت منتخب مصر في كسبونا 1-0، وكنت الحمد لله انها 1-0، ممكن نشيل 3-4. المدرب، طب رابع حاجه اللاعبين، اللاعبين رائعين، صنعوا الانتصار صعب، انتصار صعب امبارح والله العظيم، قلت حتى لو خلص 1-1 هطلع اقول نفس الكلام الجميل على المنتخب الجزائري عشان يستحق، لكن اللاعبين قلبوا الهزيمه لانتصار فهم رائعين. انتصار صعب بس بمساعدة الجمهور، وملعب يفتح النفس، الملعب امبارح يفتح النفس على الفرجة. الكل امبارح كان روعة بصراحة، الكل امبارح كان روعة، والأروع ان فكرة العلم الجزائري، وانا بتكلم في محتوى جزائري، وانا بتكلم في الدوري المغربي ان شاء الله من اول ما يبدأ الدوريات بقى هتلاقوا علم المغرب، تونس علم تونس، السعودية علم السعودية، هتكلم على بطولات اسيا، اليمن جماهير كتيرة متابعاني حاطط علم اليمن، ان شاء الله في كاس العالم نحط علم قطر وعلم السعودية باذن الله، عشان بس لما تشوف العلم ده تقول الكابتن لا لا الماتش امبارح، امبارح اول تحليل في هو تونس والبرازيل، والجزائريين دخلوا على الواتساب والفيسبوك، فين يا كابتن؟ فين تحليل الجزائر ونيجيريا؟ ده احسن ماتش لعبناه. الاهم كان عالمي البرازيل وتونس، حللت البرازيل وتونس، وبعد ساعه حللت الجزائر ونيجيريا. القناه دي معموله تحليل المنتخبات، تحليل المنتخبات. لما ابتديت احلل المنتخبات في جمهور كتير عندي من الجزائر، عشان كده لما بيكونش في ايام في اي ماتشات بعمل لجمهور الجزائري ده احسن لاعب، اعمل احسن مدرب، اعمل حاجات ليه هو، لان انا بعمل المحتوى مش ليا انا، ما بعملش الفيديو عشان انا اللي اتفرج عليه، بعمل الفيديو للجمهور. شكرا.